نشرت وكالة الفضاء الأمريكية أمس أول مقطع صوتي من المريخ، وهو صوت خافت للريح التقطته المركبة الجوالة بيرسيفيرنس. كما نشرت نازا أيضا أول فيديو يصور هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر، ولم يعمل الميكروفون أثناء الهبوط، لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ. وشغل مهندسو وكالة نازا مقطعا صوتيا قصيرا لما قالوا إنه ريح على السطح، وأظهر مقطع الفيديو مدته 3 دقائق و25 ثانية فتح المظلة وهبوط العربة الجوالة على سطح المريخ وسط سحابة من الغبار. وقالت مديرة مهمة بيرسيفيرنس على السطح إن العربة الجوالة تعمل كما هو متوقع حتى الآن.